السلام عليكم وعلينا سلام. What I think will happen in the Middle East is that sometime some units will emerge. انتبهوا الآن وهذا مهم. وأنا بعد كان في ذهني رقمين أو عددين يعني 2022 أو 1443. Whatever name you can get to New York. And he said in 10 years Israel will ببساطة لأننا مجتمع يخاف. نحن مجتمع اختلاف. نحن الحقيقة أن الإنسان العربي مصاب بداء الفانتازيا وبداء العنطرية أكل عليها التهرب كعادته إلى تشريح الواقع العربي. محميات دول عربية دولات العربية مهمشة مخازن النفايات ممكن تكون هناك. It's time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
وباعوا روحهم عرب وباعوا سقط الخناع والله غمس في غير واستراح الى الابد كن انت كن حتى يكون لا لا احد يا خالقي في هذه الساعات من عدم تجلى